اقرا لي الحمد. الحمد لله رب العالمين. لا، ها، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الله مش طاجي. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حب، هلا درجها عشان ما ادقك. ايوه، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلتها. بسم الله الحمد الرحمن لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، حلو، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. طيب، وش تعطي العالم نصيحة لو قلت لك أنا مثلا أنت في الحياة، يعني دقيقة، وشي أنت وش تتمنى في الحياة؟ صراحة أنت وش اللي في راسك؟ وش اسمك أنت؟ عماد. عماد، عماد، أنت وش اللي في راسك؟ هذا أبوك؟ إيه، لا تضغط. ها؟ أتر. السلام عليكم، كيف الحال يا أبوي؟ أبو عماد، كيف الحال؟ معك سعود القحطاني. ما عليك زود، وش علومك يا اخي؟ انا الله الله، انا جاركم. اي، عارف. وش اخبارك؟ عشتنا بصياحك. ها؟ اقلقتنا بصياحك. وش علومك؟ وشك. طيب، صل على النبي. انا لقيت عماد ولدك. ايه، وسالته يا اخي سؤال طبيعي، قلت انت وش انت من الشهري؟ قال انا ما اعرف. قلت غريبه يا اخوي، ترى انا عايشين في المانيا لنا 5 سنين وتونا راجعين. يا رجال، الله يا ربي يخليه لك ان شاء الله، ويطول في عمره ان شاء الله، ويبيض وجهك. وسمعت والله العظيم طلع في البث، ابشرك. ها؟ الله الله يجعل والدك في الجنة ويخليه لك إن شاء الله. صراحة عماد هذا والله الله يخليه لك، جدا جدا عفويته عجبتني. الله يخليك، شكرا شكرا. من يوم ما في البداية احنا في المانيا تونا راجعين، فترى ما له في اللكاعة. طيب يا أخي، لازم يعني لازم إنك يعني تعلمها هذه، لازم. شوي شوي يتعلم، ما عليك. انا ما بيصير مهايطي، خليه. شوف دامه كذا خلاص. الله يا ربي يخليك، شكرا شكرا حبيبي. يا هلا يا اخي. اول شيء ابوك طبعا، انت هذا واحد اسمه سعيد الشهراني، طبعا انت شهري من الماس صح؟ لا، مو الماس، قريب منهم. الا الماس وتنومه وشيخهم العسبلي. ايه، العسبلي صح؟ ما ادري، ما اعرف. الا كذا، هذه. فطبعا الله يخليك ان شاء الله للوالد. امين. والله يا رب يوفقكم. صراحه ترى انت يا عماد من الناس المحبوبين، صراحه اقسم بالله. شوف، وجدا جميل وجدا كفو. شوف نصيحتي لك، تعال تعال هنا، بعطيك نصيحة، حط يدك كذا. سم. أهم شيء وش عندك في الحياة؟ صلاة. بطل. دراسة. لا، قبل الدراسة. بر الوالدين. أمك وأبوك. أكيد. ما بتحب أمك أكثر من أبوك؟ لا لا أكيد. هذه حركاتنا أصلاً. إذا زعلت أمي زعلت أنا معها. إي، هذه خلاص اتركوها. خلك أمك وأبوك، هذا أمك وهذا أبوك. أفي. زين؟ الثالثة؟ الصلاة. لا قلناها الصلاة، خلاص خلصنا. دراسة. ايه، الشهادة اكيد. والرابعة اتحداك دراسة ولا لا؟ حولك، رحنا ونرجعنا للدراسة دي اللي ما خلصت. لا، اللي بعدها وش؟ الدين. لا خلاص، لما الدين في الصلاة. في رابعة تبتعد من اصحاب السوء. ايه، هذا اكيد. اصحاب ايش؟ السوء. اصحاب ايش؟ السوء. انا ادري انك ندمت انك جيت عندي، لقيت واحد، استغفر الله. زين، اصحاب ايش؟ السوء. السوء. زين حبيبي، صورت؟
صورت مرة بس. تحياتي وأشواقي فيك. الله يخليك، شكرا. يا يا حلال عماد، والله عماد هذا حفله.